السلام عليكم. كاد الحراك الشعبي أن ينجح في عدد من البلدان العربية، لكن تدخل قوى خارجية أعاد التوازن العسكري لعدد من الأنظمة الحاكمة في الدول التي شهدت حراكا. هذا التدخل بدا أن الهدف منه إبقاء المنطقة في حالة اضطراب من غير حسم لصالح هذا الطرف أو ذاك. من هذه الزاوية يرى مراقبون أن ما يحصل هو تجل عملي لاستراتيجية الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط التي تحدث عنها عدد من المسؤولين الأمريكيين. هذه الاستراتيجية بإسقاطاتها على الواقع الذي يشهده عدد من البلدان العربية يثير سؤالاً جوهرياً، عما إذا كان ما يحصل هو الخطوات الأول على طريق طويل من احتراب داخلي أريد للمنطقة لأسباب وغايات تضعها حلقة اليوم من برنامج حديث العرب على طاولة الحوار. أهلا بكم. أملاً في إنشاء نظام عربي جديد، خرج الملايين من المواطنين في أنحاء العالم العربي إلى الشوارع، ورفعت الانتفاضات الشعبية شعارات وحددت أهدافاً بإسقاط الأنظمة الاستبدادية والتبشير بإصلاحات ديمقراطية. وللوهلة الأولى بدا وكأن النظام الشرق أوسطي القديم قد طوي صفحته، لكن سرعان ما تداعت الأوضاع حين انهارت بعض البلاد وواجهت تلك الدول ثورة الشعوب بثورات مضادة من الدولة العميقة وداعميها لإجهاض الثورات، واستطاعت أنظمة أخرى إيجاد حلول لاستعادة زمام الأمور وإحكام قبضتها على مجتمعاتها، ليتحول الأمل إلى ألم وإلى مزيد من كبت الحريات. ويبدو أن ما حدث هو بالفعل إنشاء نظام عربي جديد، لكنه بعيد كل البعد عما كانت تتوقعه الشعوب. إنه باختصار نظام قائم على أساس واحد هو الفوضى. في ظل تلك الفوضى من المواقف والتجاذبات بين الدول الشقيقة وفوضى الحاضر وترقب ما قد يحدث في المستقبل القريب، يشتد السجال بينما يمضي الرئيس الأمريكي ترامب في محاولاته الساعية لتمرير سياساته الهادفة إلى بث المزيد من حالات الفوضى والخلاف وشق الصفوف والمواقف، لكي يسهل عليه تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. ولهذا فإنه يدفع بالمزيد من حالات الفوضى إلى المنطقة، ويمنح كل من يحقق له غاياته كل أسباب الدعم، طمعا في أن يلهث البقية نحو عتبات البيت الأبيض. الولايات المتحدة وضعت نفسها فلسفة متكاملة لتبرير الحروب، ولعل نظرية الفوضى الخلاقة إنما تعني في حقيقتها السعي الاستباقي نحو تفكيك كل المواقع والجغرافيات المفترض أنها تشكل مصادر تهديد لأمن ومصالح أمريكا في العالم حسب ما يعتقدون. أغلب الدول العربية يحرك سياساتها الخارجية حاليا مزيج من التهديدات الملحوظة والفرص المحتملة، تتمثل في المخاوف من تجدد الانتفاضات المحلية والنفوذ الإيراني أو تسلط الولايات المتحدة اللامحدود. كل ذلك يجذب القوى الإقليمية لحروب تدميرية تدار بالوكالة وتبث الفوضى في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤكد أن أي رؤية للمنطقة بميزان قوى متعادل هي محض سراب. إذن هل تتجه المنطقة إلى التطبيع مع الفوضى؟ هذا إطار عام للحلقة التي يسعدنا الترحيب بضيوفها الدكتور خيري عمر في الاستوديو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقاريا، وكذلك الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي، ومعنا عبر سكايب من بون في ألمانيا نبيل شبيب الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك دكتور سمير، يعني منذ عقدة من الزمان المنطقة تشهد اضطراب غير طبيعي غير مسبوق، هل هذا يعني أن الأصل صار هو الاضطرابات وصار هو الفوضى، بمعنى أنه الاستثناء صار الاستقرار وأن الفوضى صار المنطقة بدأت تتقبلها وتتعايش معها؟ نعم. مساء الخير للجميع أولا، شكرا على الاستضافة. أهلا مرة أخرى. أريد أن أنهك على اختيار هذا الموضوع، ليست مجاملة فعلا، لأنه موضوع مهم واستراتيجي ويحتاج إلى تحليل وإلى جهد في برامج من هذا النوع لأهميته بالنسبة لشعوب المنطقة، لدول المنطقة وللسياسات ومسارها. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، أريد أن أختصر لك وأقول إنه هذا المصطلح ليس جديد علينا، مصطلح نناقشه في السنوات الأخيرة نعم ربما، لكن مصطلح قديم جدا.
من الممكن العودة بتاريخ هذا المصطلح إذا شئت إلى قبل الحرب العالمية الأولى تحديدا. الولايات المتحدة الأمريكية كان في كتاب مؤرخين منظرين تبنوا هذا المصطلح الفوضى وتبنوا هذا المصطلح و يعني أطلقوا استراتيجيات لطرحه وتعميمه وانتشاره. نقطة ثانية في غاية الأهمية، هذا المصطلح هو مصطلح متحرك مرتبط مباشرة بحسابات الربح والخسارة بالنسبة للعديد من القوى الإقليمية والدولية. يعني البعض أراد أن يفرض هذا المصطلح ويستغله، لماذا؟ لأنه يخدم نفوذه وانتشاره وتمركزه. إذن هذا المصطلح اليوم بات جزء من حياتنا اليومية بالنسبة للاعبين إقليميين ودوليين. هل قبلت به المنطقة؟ يعني هل المنطقة صارت يعني تقبل به بهذا الوضع؟ المسألة برأيي أو المشكلة هي ليست فقط بأنه هل نقبل أم نرفض هذا المصطلح، المشكلة الأساسية هي هل نحن كشعوب ودول في هذه المنطقة تعاملنا كما يجب مع هذا المصطلح؟ هل دخلنا في تحليله، في تحليل أسبابه، في طرح استراتيجيات المواجهة له، مواجهته والتصدي له، وفي طرح نقطة أهم من كل ذلك، مرحلة مستقبلية كيف ستكون خياراتنا كشعوب ودول في هذه المنطقة؟ يعني كل هذه النقاط تؤكد لنا أنه هذا المصطلح ما زال موجود، يتقدم ويتمركز وينتشر نشر الفوضى لأنه سلاح مهم بالنسبة له. نقطة أخيرة أيضا حتى لا أطيل، هذا المصطلح الآن اليوم مرتبط بأكثر من مصطلح أيضا ظهر إلى العلن في وقت لاحق، العولمة مثلا. الآن في تداخل مهم بين مصطلح العولمة بطرحها الجديد ومصطلح الفوضى. أين الترابط بين الفوضى والعولمة؟ أظن النقطة الأساسية البعد الاقتصادي مهم جدا، البعد الاستراتيجي والأمني. النقطة الثالثة التأثير على تركيبة الفرد في المجتمعات، يعني صناعة فرد موجه بخصائص معينة بطريقة معينة، بعيد عن الدين، بعيد عن العقيدة، بعيد عن العلاقات الأسرية والمجتمعية، يعني بناء فرد جديد يخدم هذا المصطلح مع الأسف بأكثر من طريقة. دكتور خيري، سمعت يعني يلقي بالتبعات على الفوضى الحاصلة في المنطقة على العامل الخارجي الدكتور سمير صالح كما تفضل قبل قليل. أنا أريد أن أسألك، هل تؤيد بأن الفوضى الحاصلة في المنطقة مردها إلى عوامل خارجية أم أنها مسار طبيعي في ظل التحولات الداخلية في الدول المنطقة؟ شكرا لكم. هو عامة عندما ننظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية يعني منذ العزلة الأمريكية عن العالم وحتى الآن نلاحظ أنها مرت بدورات تاريخية، وأن هذه الدورات اختلفت في الاستراتيجيات السياسية، مرة تدخل، عدم التدخل، الحلف، حافة الهوية، صراعات أخرى، أنماط أخرى. وبالتالي أن كل هذه الاستراتيجيات استصحبت في ثنياتها سياسات إعادة الهيكلة، إعادة هيكلة العلاقات الدولية. وفي هذا السياق ظهرت نظريات كثيرة بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، وأن هذه النظريات حاولت تفسير يعني كيف يدار العالم. لكن ما يعنينا في الشرق الأوسط هنا عندما ننظر إلى ماذا حدث في خلال 10 سنوات الماضية، يمكن أن نلاحظ أن هناك نماذج مختلفة. هناك نماذج فوضى تعتمد بالأساس على التدخل الخارجي، وهناك نماذج أخرى هي أسباب داخلية تماما. وهنا الفرق يقول أن فكرة الفوضى بحد ذاتها ليست مركزية في السياسة الخارجية الأمريكية بقدر ما أنها كانت في مرحلة معينة وانتهت. يعني عندما نلاحظ تصريحات كوندليزا رايس في 2004 في هذا الخصوص، 2006 مع إيهود أولمرت، هي ذكرت في معرض نص وليست كامل النص. النقطة الأخرى هو عندما ننظر لخطاب أوباما في القاهرة وخطاب أوباما في اسطنبول عام 2009 نلاحظ أنه كان اتجاه تقارب للعالم الإسلامي. وبالتالي لماذا لم نركز على هذه المبادئ الجديدة أو التوجهات الجديدة للسياسة الأمريكية رغم أنها جاءت بعد تصريحات رايس ب4 سنوات أو 3 سنوات على ما أتذكر؟ نعم. وهنا المشكلة في كيفية قراءة النصوص في السياسة الخارجية الأمريكية. يعني عندما نستعرض US State Department نلاحظ أن هناك كثير من الأدبيات، يعني هناك كثير، يعني يصلني على الإيميل كل يوم
ما يقرب من 30 نشرة. طب عفوا دكتور، هل أنت يعني تنسف فكرة أن يكون هناك إرادة خارجية لأن تكون المنطقة تعيش حالة فوضى؟ وهناك نماذج كثيرة. يعني هل هذا يعني أن هذه الفوضى الحاصلة هي مسار طبيعي ومؤقت؟ ليست فوضى، ولكن ارتباك العلاقات الداخلية بين القوى السياسية قد تحدث فوضى، قد تحدث استقرار. يعني ما حدث في موريتانيا اليوم، ورغم أن هناك عرب وزنوج، حدث تداول سلم للسلطة، وفي نفس الوقت يحدث تداول سلم للسلطة في تونس، ولكن في ليبيا الجارة هناك تعثر شديد. وبالتالي هنا العوامل الداخلية يمكن أن تفسر. يعني هناك تطلع كثير من الليبيين للعمل الخارجي، يعني كل الأطراف الليبية تتطلع للخارج، يعني يتسابقون هذه الأيام على من يكون الأقرب لواشنطن، وهذا يذهب بوفد وهذا يذهب بوفد. وبالتالي استصعاب الحلول الداخلية أو استبعادها من الحل السياسي هو العامل الأساسي وليس العوامل الخارجية. طيب دعني أذهب إلى بون. أستاذ نبيل، هناك حديث متواصل متواتر عن شرق أوسط كبير تارة، ثم بعد ذلك غير المصطلح إلى شرق أوسط جديد على لسان كوندوليزا رئيس وزير الخارجية الأمريكية السابقة، التي تلقت انتقادات حادة على المستوى الدولي وحتى على المستوى العربي بسبب هذا المصطلح. السؤال هو ما علاقة ما يحصل في المنطقة بهذا المصطلح أو بهذا التصريح الذي أطلقته كوندوليزا رايس، والذي يعكس بشكل أو بآخر استراتيجية أمريكية بحسب محللين سياسيين أمريكيين؟ يعني عندما يصدر المصطلح عن دوائر فكرية، عن مراكز علمية إلى آخره، يكون عملية نظرية أو تنظيرية أو تخطيط للمستقبل أو استشراف للمستقبل. أما عندما يصدر عن جهات سياسية فهي غالبا الواقع تعبر عن وضع قائم أو عن ممارسات عملية تجري إلى حد كبير. عندما تحدثت الواقع كوندوليزا رايس، وهي كان حديثها في جريدة واشنطن بوست في نيسان، يعني الشهر الرابع من عام 2005، كانت الواقع تتحدث على ضوء الانفلات الأمني الذي صنعه الاحتلال الأمريكي في العراق. ولكن إذا نظرنا إلى نقطة أبعد من ذلك، نجد أن ممارسات نشر الفوضى، طبعا هناك أسباب داخلية لدينا ولولاها لا تنتشر الفوضى، ولكن هناك عوامل خارجية. عوامل الخارجية هي عبارة عن ممارسات وعبارة عن تنظير ومصطلحات، سواء بالنسبة للشرق الأوسط أو غير ذلك. الشرق الأوسط مصطلح منشور من عام 1906 عن طريق، أولا كان عالم أمريكي، عالم تاريخ أمريكي، بريطاني، ثم عالم تاريخ أمريكي. فهذه المصطلحات يمكن أن تنشر في وقت معين لنشر فكر معين، ولكن الممارسات يعني هي في الوعي السياسي الأمريكي. تقصد هي ليس فقط في الوعي السياسي الأمريكي، هي في الرؤية الأمريكية كيف تتعامل مع العالم. يعني هناك مسألة الهيمنة والتبعية، هناك مسألة التجزئة، هناك مسألة الانفراد بالقوة العسكرية الأكبر، هناك طبعا تصورات عديدة استراتيجية على المستوى العالمي، وتختص الواقع منطقتنا، المنطقة العربية والإسلامية، بنصيب الأسد في هذه التصورات من أجل السيطرة والهيمنة على هذه المنطقة بثرواتها بموقعها الاستراتيجي إلى آخره. لكن يهمني الواقع أن ننتقل بالتفكير، ليس فقط قضية مصطلحات. الواقع هل عندما ننظر إلى ما صنع في احتلال العراق، عندما كانت هناك استهداف للقوة العلمية والتقنية في العراق، قتل العلماء، تدمير المصانع، سرقة حتى الآثار، الواقع هذا الأمر سبقه ما صنع في مصر بعد محمد علي باشا في الاحتلال البريطاني. عندما ننظر إلى عملية التقسيم كانت في سايكس بيكو، أشهر الواقع المعاهدات وما ترتب عليها على الوضع العام، على الواقع الأرضي، واقع على الأرض. وكانت هناك أيضا الآن في نعايش الواقع ماذا حصل في منظومة دول الخليج العربية، أيضا بتأثير خارجي إلى حد لا بعيد، إلى حد بعيد. ويمكن أن نعدد الأمور الأخرى على المستوى العسكري، على المستوى حتى التنمية. مثلا نزع مسألة زراعة القمح والقطن في مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد منذ أكثر من 40 سنة. يعني هناك الواقع أشياء لنشر الفوضى، جهود عملية حقيقية تتجه إليها الدول الاستعمارية، والآن تتركز من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من سواها. فكوندوليزا رايس عبرت الواقع عن هذه الممارسات بمصطلح معين. بالمناسبة ليست هي الأولى التي تحدثت عن هذا المصطلح، كان هو منتشر عند مفكرين كثيرين، أشار إليهم أحدهم مثلا دان براون من أمريكا، وأنه هو كاتب
روايات في الدرجة الأولى، ولكن أيضا باحث سياسي في الوقت نفسه، فكان يشير إلى ذلك. وهو عمليا تحدث عنه أكثر من مسؤول أمريكي، منهم بريجينسكي مستشار الأمن القومي السابق. لكن أريد أن أعود إلى الدكتور سمير صالح، يعني يثور حديث كثير عن موضوع الفوضى البناءة، الفوضى الخلاقة، الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الكبير، لكن ليس لا يوجد هناك حديث عن الأهداف. ما الأهداف من وراء هذا، من هذه الفوضى البناءة؟ هل هي مرتبطة بما يقال عن صفقة القرن في فلسطين مثلا، أو أنه مرتبط هذا الموضوع باكتشاف ثروات باطنية جديدة ويراد أن تصاغ المنطقة وفق جغرافية مرتبطة بهذه الثروات؟ نعم، يعني في نقطة أولى مهمة هنا، أنه هذا المصطلح هو مصطلح متحرك مرن مرتبط مباشرة بمصالح اللاعبين الكبار. هو ليس لم يعد مصطلح، هو واقع عملي. نعم، هذه نقطة أولى مهمة. نقطة ثانية أيضا إلى جانب ذلك، أنه يعني الموضوع هذا الشعار الذي يعني يتم تبنيه من قبل بعض اللاعبين الكبار هو شعار مرتبط مباشرة بمدى استعداد وقبول الأطراف الأخرى للتعامل مع هذه النظرية. ما أقصد به هنا تحديدا أنه هو يبحث عن نشر الفوضى، هو يبحث عن إضعاف لاعبين في العديد من الدول، يبحث عن تفكيك المجتمعات، يبحث عن إعادة تموضع وانتشار داخل هذه المجتمعات. يعني عنده أكثر من هدف طالما أنك تسأل عن الهدف. الآن الطرف المقابل كيف يتعامل مع هذا الطرح؟ يعني هل نحن الطرف المقابل كشعوب وكدول في هذه المنطقة، هل عندنا استراتيجية تصدي مواجهة أم لا؟ أعطيك رقم بسيط، رقم بسيط جدا. هل يمكن أن نؤخر هذا الرقم إلى حين وقت الحديث عن هذه الاستراتيجيات، لأنه سيأتي الدور الحديث عنها؟ طبعا نعم، لكن أنا فقط أريد أن أقول لك أنه الموضوع هذا باختصار، يعني عندما أطلقته بعض الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية المؤخرين كما أقول لك معا مثلا عام 1902 طرح هذا الفكر. يعني منذ متى والولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو الغرب يبحث عن التموضع والتمركز من خلال استراتيجية من هذا النوع؟ أنت سألت عن موضوع الشرق الأوسط الجديد مثلا أو الكبير، أنا أقول لك أكثر من ذلك، أنه موضوع ثورات الربيع العربي الآن مع الأسف ربما قد تكون انطلقت من من من, من بهدف تحول وتغيير وإصلاح كما نحن نقول دائما، لكن الآن كثير من اللاعبين الكبار دخلوا على الخط في مستخدمين هذا الشعار وهذا المصطلح وهذه النظرية لفرض استمرارية الفوضى تحت شعار ثورات الربيع العربي. وهل هذا وراءه يعني نقص الوعي السياسي لدى النخب الثورية؟ نقطة مهمة جدا، لذلك أنا حدثتك أنه عن استعدادنا نحن كشعوب ودول في هذه المنطقة للتعامل مع خطط من هذا النوع. أين هي؟ يعني نملك القوة الاقتصادية البشرية الشعبية الثقافية الفكرية أكثر من مادة موجودة عندنا، لكن مع الأسف هذه المواد المستجهات أيضا تستخدم ضدنا من قبل اللاعبين الذين تبنهم هذا المشروع. هل من سبيل إلى خلاص من هذا الواقع ربما نبحثه بعد، ليس بعد الفصل إنما في المحور الأخير من هذه الحلقة، نعاود الحديث بعد هذا الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في قراءة المشهد السياسي والأمني الذي يكاد يملأ المنطقة بالفوضى. دكتور خيري، لا يبدو أن المنطقة مقبلة على تهدئة بشكل أو بآخر، لا توجد مؤشرات على ذلك، لكن من ناحية أخرى هل يوجد مؤشرات على أن هذه الفوضى التي أنت ربما لا توافق عليها وضيفانا يوافقان عليها وبالتالي أنا أبني على الأغلبية، هل هذه يوجد ما يؤشر على أن هذه الفوضى يمكن أن تتمدد جغرافيا أفقيا إلى جغرافيا جديدة في المنطقة؟ في تقديري هناك مسألتان، يعني
المسألة الأولى، وهل وصلت الفوضى إلى نظرية؟ يعني هذا سؤال مطروح. يعني هو ما يستقر لدي أن هناك نظرية للاستعمار ومدرسة التبعية في العلاقات الدولية، وأن هذه الخبرة التاريخية للمدخلين يفسران كثير من الأمور. المدرسة التبعية وهي نمت في مدرسة شيكاغو والبرازيل، حاولت تفكيك إعادة تركيب فك وتركيب العلاقات الدولية مرة أخرى، بحيث لا يحدث التفاعل القطاعي أو الرأسي بين الدول المتقدمة الشمال والجنوب، وبالتالي استطاعت أن تحدث تنمية في بعض الدول الصناعية الجديدة أو الدول الناشئة في الديمقراطية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي تتعلق بالمنطق الغيبي أو المنطق الواقعي في إدارة السياسات. في على سبيل المثال، هناك عندنا نماذج يمكن أن تصل عن طريق الديمقراطية والتداول السلمي إلى حل سياسي لمشاكلها الداخلية، وتعيد بناء هيكلة النظام الاقتصادي والنظام السياسي بحيث تدخل فيه قوى كانت مستبعدة في السابق. هذه النقطة. النقطة الثانية، ما هي العلاقة بين الدول المرتبكة وكثافة التدخل الخارجي؟ هذه نقطة مهمة. فبالتالي في تقديري أن سعي السياسيين السودانيين إلى التماس الحلول من قوى خارج أفريقيا أو خارج الاتحاد الأفريقي سواء عربية أو أمريكية أو أوروبية سوف يعمق المشكلة أكثر، وبالتالي هنا البحث في كيفية إدارة الحوار السياسي داخل السودان. يعني لكن يعني دكتور، حتى لا نسيب في هذه القضية بالذات، بعيدا عن جوهر السؤال، يعني أنت هذا هو جوهر السؤال، إلى أي مدى يمكن أن تنتشر أفقيا؟ يعني تنتشر أفقيا إذا هيمن العمل الخارجي في التحول السياسي أو في، هل يوجد مؤشرات على أن هذا الهيمنة ستكون؟ هذا يحدث في سوريا، يحدث في العراق، سوف يحدث في السودان إذا تمسك السياسيون بالحلول الخارجية، ويحدث في ليبيا بسبب التدخل الخارجي. يعني التدخل الخارجي في ليبيا كان العامل الحاسم عندما تدخل حلف الناتو في 2011، وحتى الآن يتطلع كل الليبيون كما قلت سابقا إلى الحل الخارجي بشكل تام. وأن الحل الخارجي كانت له نظرية، لم يكن عبثا. هو أرادوا أن يقطع التواصل بين مصر وتونس بحيث لا تكون هناك سلسلة متصلة بين البلدين في التحول الديمقراطي، وبالتالي يحدث الارتباك. يعني هذا إذا ما رجعنا خطابات ساركوزي في هذا السياق يمكن ملاحظة هذا التوجه. لم يكن توجه عباسيا أن يسرع أو يسرع الغرب بالتدخل العسكري لإسقاط القذافي دون أي سبب، دون أي سياسة لاحقة كيف نتصرف فيما بعد القذافي، يعني نتدخل وإن شاء الله ربنا هيسهل. وبالتالي هذه القضية في تقديري أن اتساع وانحصار الفوضى في المنطقة هو يتوقف على العوامل الداخلية بالأساس. إذا سمحت الدول أو المجتمعات أو الأحزاب السياسية، يعني في سوريا على سبيل المثال أن كثافة التدخل الخارجي هو بسبب الحكومات المنظمات السورية في المنفى. هي تستدعي كل أشكال التدخل، بمنفى التدخل المسلح، بمنفى التدخل السياسي، وبالتالي هنا المشكلة سوف تتفاقم أكثر من يمكن. طيب أستاذ نبيل، يعني هناك توليد متواصل يعني لصراعات داخلية على أساس عرقي تارة وطائفي تارة أخرى. شاهدنا هذا في سوريا الذي كاد أن يسقط النظام، ثم بعد ذلك استدعيت الميليشيات من خارج الحدود وهي ميليشيات معبأة على أسس عقدية طائفية، وشاهدنا ذلك أيضا في العراق، انتفاضة في الشمال أريد لها الإخفاق، ثم بعد ذلك انتفاضة في الجنوب تم تشكيل ميليشيات على أساس أيضا طائفي لإفشال الانتفاضة الشمالية إذا صح التعبير. يعني السؤال هو، يعني من يقف وراء هذا الإشعال، وما حدود الدور الأمريكي حقيقة؟ يعني أخي، التدخل الخارجي دائما عندما يجد تربة قصبة الواقع يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله لو كانت الأوضاع في بلادنا مستقرة على أسس يعني قويمة. فلا نستغرب لا قضية سورية ولا مصر ولا سواها. الواقع في مصر أيضا كان التدخل الخارجي بأسلوب آخر، عن طريق مثلا دعم انقلاب عسكري الذي خطط له منذ بداية الثورة. يعني ليس القضية قضية بين ليلة
وضحاها كان الدعم. أيضا بالنسبة إلى ليبيا كان هناك المواقف الأطلسية والأمريكية التي استندت إلى مسألة تقسيم الشرق عن الغرب، ليس فقط بين مصر وتونس، أيضا داخل ليبيا الواقع قسم المنطقة النفطية الشرقية عن الغربية. والآن ما زالت هذه الجهود الخارجية تعتمد على أن إيطاليا يعني ترى نظرة غير النظرة الفرنسية. يعني التدخل الخارجي قائم كسياسة وممارسات منذ زمن طويل وعلى كل صعيد سياسي وغير سياسي. نحن عندما نؤدي ما علينا يمكن أن نخفف من هذا التدخل عندما الواقع نتماسك، عندما نلتقي على قواسم مشتركة، عندما لا ندع ثغرات إلى آخره. ولكن لا نستطيع أن نجلد ذاتنا فقط بأنه الأسباب محلية فقط، إنما هناك أسباب خارجية وهي أسباب نستطيع أن نتبينها في العمق التاريخي لكل حدث، ابتداء من ليبيا. يعني إذا كنا أخذناها كأقطار الآن عربية، الواقع ابتداء من ليبيا مرورا بسوريا. سوريا لا نستطيع أن نقول أن التدخل الخارجي بدأ فقط بعد أن بدأت الميليشيات تأتي من الخارج أو تستند إلى الخارج، وإنما الواقع كان منذ استلم حافظ الأسد السلطة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، وهو منذ اللحظة الأولى حيد الواقع الجميع القوى الأخرى داخليا، واستطاع واعتمد على التعاون مع إيران والتحالف معها بعد ثورتها منذ العام الأول للثورة في إيران. يعني هناك الواقع العمق التاريخي للتدخل الخارجي، وأخطائنا الداخلية أيضا لها عمق تاريخي. فنحن إذا أردنا أن نواجه ذلك، هذا متروك للجزء الأخير من الحل من هذا البرنامج. نعم. الواقع إذا أردنا أن نواجه ذلك لابد أن ننظر بالأمرين معا وليس من جانب واحد فقط، فنحمل المسؤولية على فقط الوضع الداخلي أو نحمل المسؤولية فقط على الوضع. نعم. التدخل الخارجي، وهو ما سنبحثه بعد قليل. لكن قبل ذلك دكتور سمير، القوى الغربية بنت سردية تدخلها على ثنائية تحقيق الديمقراطية في الدول أو مكافحة الإرهاب، لكن هذين المبررين سقطا في مصر كما تم دعم الانقلاب، يعني أو السكوت على الأقل في أدنى درجاته على الانقلاب الذي حصل على الرئيس الراحل محمد مرسي وانتهاء تنظيم الدولة في سوريا والعراق. بعد سقوط هذين المبررين كيف سيتأثر تعاطي الدول الغربية مع ملفات المنطقة برأيك؟ في نقطة أساسية مهمة برأيي، أنه هذا الـ يعني الـ ما نناقشه مرتبط مباشرة كما قلت لك بقدرات الدول والأنظمة في الشرق الأوسط مثلا وفي دول العالم الثالث على قراءة ما يجري ووضع خطط استراتيجية التعامل معه. الإجابة على السؤال الذي طرحته مرتبطة مباشرة برأيي بهذه القدرات. لماذا؟ لأنه اللاعب الخارجي يأتي في إطار مصالحه يحاول أن يتلاعب بالتوازنات الداخلية في الدول، التوازنات العرقية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية، الفكرية، كل ما يستطيع أن يؤثر فيه، الاقتصادية دون استثناء يؤثر. الآن صحيح أنه الغطاء قد يكون مثلا ذهاب بهذا المجتمع أو بهذه الدولة نحو الديمقراطية، نحو مسار جديد، لكن في الأساس الهدف الأساسي هو حماية مصالحه والتأثير وإمساك هذه الدولة تحت جناحي وفرض عليها ما يريد. هذه مشكلة أساسية نحن حتى الآن كشعوب ودول في المنطقة لم نصل إلى نتيجة، لا في التحليل، لا في القراءة، ولا في الاستنتاج. هذه مهمة جدا برأيي. في عندي نقطة مهمة كنت أريد أن أشير إليها قبل قليل في الأرقام. 1945-2010 نحن أحصينا 150 دولة تعرضت إلى عملية تغيير ممنهج مبرمج. تغيير مبنهج مبرمج في العالم، تغيير سياسي، إما عبر انقلابات داخل هذه البلدان، إسقاط أنظمة، إبعاد قيادات وأكثر من طريقة، أو درع الفوضى، أو تقسيم دول، تشتيت دول وصناعة من هذه الدول دول جديدة، كيانات جديدة أكثر. يعني الآن لماذا أنا أحدثك عن أنه نحن ما الذي علينا أن نفعله؟ إعادة صياغة النظام الدولي الجديد. هذه أيضا جزئية في الخطة العامة لـ الفوضى الخلاقة أو الفوضى المنظمة. يعني عندما مثلا نرى هنري كيسنجر يأتي ويقول لنا أنه انطلاق أو أساس بناء السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هي هذه الحالة من الفوضى في المنطقة، علينا أن نعرف أنه ما الذي يعنيه هنري كيسنجر هنا. يعني أن نرمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية أنه فقط هي التي تحاول أن تؤثر أو تتلاعب لا يكفي، أنا أعرف ذلك. علينا نحن أيضا ك
كدول كشعوب أن نتحرك لصناعة شيء جديد. أعطيك مثال بسيط، تركيا اليوم نحن أنا عندي رأي شخصي بأنه الآن تركيا مستهدفة في إطار جرها إلى هذا المصطلح، إلى الفوضى. لو أذنت لي دكتور، يعني هذا إدخال تركيا على الخط يثير السؤال عن هوية أو طبيعة أو الجغرافية الشرق الأوسط الجديد الذي يجري الحديث عنه. يعني حتى في دوائر القرار الأمريكي ثم اختلاف على هذه الجغرافية، هناك خرائط تقول بأن تبدأ خريطة الشرق الأوسط الجديد ابتداء من تركيا في الشمال، من تركيا في الشمال والغرب إلى الجنوب في اليمن، والخط الواصل بين أفغانستان وباكستان وقرغيزستان في الشرق، وثمة خرائط أخرى لا تدخل شرق آسيا، دول شرق آسيا أو آسيا الوسطى هنا. يعني أي خريطة يعني يريدون للشرق الأوسط؟ نحن عندنا مشكلة أساسية، أنه الذي يعني يقف وراء خطط أو برامج من هذا النوع لا يهتم كثيرا بالخرائط، يهتم بالمصالح وبالنفوذ وبالسيطرة والهيمنة. يعني خارطة الشرق الأوسط الكبير أو الجديد التي نتحدث عنها خارطة مطاطة. المهم عنده أنه إذا مصلحته تفرض عليه أن يضيف دول جديدة، لكن مصالحهم محددة مسبقا. لا, لا, لا إطلاقا إطلاقا، هذه المصالح تأتي في إطار استراتيجيات متحركة متقلبة متغيرة، استراتيجيات ليست ثابتة. نعم فيها استهداف، فيها خطط ثابتة ربما باتجاه صناعة الفوضى، صناعة الدمار، صناعة الخلافات، التشتيت، التفتيت، كل هذا موجود كأدوات، لكن لا يوجد في ذهن اللاعب الكبير أنه هذه هي البقعة الجغرافية التي أنا سأتحرك في داخلها، سأناور من خلالها. نقطة أخيرة دليل على ذلك، أنه كما تعرف عندما في الحرب العالمية الأولى اندلعت الحرب وجاءت عصبة الإمام، رأينا أنه هذه العصبة تقسم العالم تحت سيطرة أوروبية بالدرجة الأساسية، بعدين ذهبنا إلى فوضى جديدة عالمية، حرب عالمية ثانية، جاء لاعبين جدد، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه هذا اللاعب أيضا يأخذ بالدرجة الأساسية مصالحه ونفوذه وطريقة سيطرته على الملفات بالدرجة الأساسية، لا يهمه الجغرافيا كثيرا، يهمه حساباته. إذن المصالح متحركة كما قال الدكتور سمير، ليست معروفة مسبقا، وإنما هي تدور في فلك التطورات. السؤال هنا يقودنا في ضوء ما يحصل على الأرض، ما المسار الذي ستسلكه المنطقة أمنيا وسياسيا؟ هو العوامل الخارجية هي كامنة دائما وموجودة، لكن السؤال هو ما هي مدى استجابة الظروف المحلية لهذه الضغوط الدولية أو المطالب الدولية أو المصالح الدولية. هذه النقطة أعتقد هي محور الارتكاز في أن هناك فوضى مسيرة أو هناك سياسات يمكن التعامل معها. يعني على سبيل المثال في سياسات الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الموسع، في تقديري هو كان يقوم على فكرة الاستقرار وفكرة التحول الديمقراطي والليبرالية وهكذا حتى. لكن هذه المقولات انتهت مع في سنة 12 عندما صعد الإسلاميون إلى الحكم، فبالتالي عدلوا في النظرية، عدلوا في الأفكار التي يمكن أن يكون عليها الشرق الأوسط الكبير بعدما اشتغلوا عليها ما يقرب من 14 عاما. وبالتالي هنا السؤال، إلى أي مدى تستطيع الديناميكيات المحلية التصدي للتدخل الخارجي؟ يعني في سبيل على سبيل المثال في حالة مصر كانت العلاقات إيجابية بين مصر والولايات المتحدة حتى يناير 2013، وكانت هناك استعداد للولايات المتحدة أن تساعد الحكومة القائمة، ولكن في تقييم هيلاري كلينتون رأت أن الإخوان ليسوا قادرين على إدارة الدولة. وعندما بحثت في كثير عن السياسات الأمريكية وجدت أنها تبدي ارتياحا لوجود الإخوان في السلطة، ولكن بعد أزمة النقد وأزمة السيولة بدأت تغير في مواقفها، وبالتالي أعلنت أن انحيازاتها للجيش كعامل أساسي أو كعمود فقري للدولة. وهنا هي يمكن القول أن العوامل الداخلية كانت هي العامل الحاسم في الموقف الأمريكي تجاه مصر، وبالتالي سكتت عن الأحداث التي حدثت في 3/7 و30 يونيو وقبلت بها، لأنه ليس هناك مصلحة مختلفة سواء وجود الإخوان أو وجود الحكم تحت تأثير العسكريين في مصر، باعتبار أن الإخوان أيضا يعني اتصلوا بالولايات المتحدة قبل الترشح
والتصرف، وهذه الأمور معروفة أعتقد. فبالتالي نحن نريد أن نوضح، هل البنية السياسية في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم العربي تستطيع إعادة تجديد نفسها مرة أخرى لإعادة قراءة الاستعمار وقراءة النماذج التبعية ووضع بدائل أخرى للنهضة ووضع بدائل أخرى للليبرالية الاقتصادية؟ الليبرالية الآن تحولت لنظم حماية، لسياسات حمائية، وبالتالي ما النقاشات التي أجريت حول العولمة والتحول الاقتصادي وفك الجهود الجمركية خلال 20 عاما انتهت الآن مع سياسات ترامب والتحول لسياسات التدخل مرة أخرى. نعم، هذا حديثك ربما مرتبط بما العمل وهو ما نبحثه بعد الحلقة. هذا فاصل أخير ومن ثم لنا عودة. أهلا وسهلا بكم من الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ نبيل، يعني مراقبون كثر كتبوا إن المنطقة الآن، منطقة الشرق الأوسط وبالأخص منها المنطقة العربية، دخلت في مرحلة احتراب داخلي لعقود طويلة لن تتمكن من التخلص منه. ما مدى دقة هذا الكلام؟ هل هذا هو قدر المنطقة الآن؟ يعني عندما تقول كلمة الآن، نعم، عندما ننظر إلى واقع المنطقة العربية وحتى الدول الإسلامية المجاورة، يعني المنطقة الإسلامية بكاملها، الواقع نجد أن هذا صحيح، ولكن النظرة التاريخية الأبعد مدى الواقع ننظر إلى ما قبل هذه الفترة وما بعدها. نحن في انحدار مستمر من قبل الحرب العالمية الثانية بفترة، يعني ربما من فترة الحرب العالمية الأولى حتى الآن في انحدار مستمر، وصلنا إلى محرقة فيه هي التي نشهدها في هذه الأيام، سواء سميناها فوضى هدامة أو سميناها فوضى منظمة أو سوى ذلك من التسميات. إنما الواقع هو أنه إلى حد كبير أصبح العالم العربي والإسلامي مفتتا، مجزأ، متخلفا، يعني كل الأمراض تقريبا الحضارية موجودة فيه. وهنا كلمة حضارة أريد أن أقف عندها أكثر. الواقع عندما نتحدث عن الفوضى فهي فوضى مظاهرها سياسية اقتصادية إلى آخره، أما هناك لها عمق حضاري إلى أبعد الحديد، إلى أبعد الحدود. فهذه المنطقة لا شك بأنها مرشحة لأن تقوم بدور حضاري من جديد، ولكن هذا الدور يواجه صعوبات كبيرة، إذا كان لا نقول أكثر من ذلك الصراع الحضاري الذي طرح فكرته أو نبه إليه هينينغتون. الواقع انتقل من بعد إلى مسألة الإسلام عدو بديل على لسان تشيني في مؤتمر الأمن في ميونيخ، انتقل فيها بعد إلى مسألة محاربة الأصولية، انتقل إلى محاربة تحت عنوان الإرهاب أدخل الإسلام وأصبح الإرهاب الإسلامي في الدرجة الأولى. يعني دخل الواقع هذه الأمور إلى حد كبير تستهدف المنطقة ككل، ولكنها منطقة مفتتة. إذا لم نبدأ بداية جديدة لا يمكن، ونحن الواقع رغم هذا التفتت ورغم هذه الفوضى يمكن أن تكون هناك بداية جديدة. عندما نبدأ بالإنسان، صناعة الإنسان الذي يستطيع الواقع أن يغير شيئا، ولا نستغرب ذلك. وهذا هذا هذا كلامك يقودني إلى سؤال مبنيا على ما تفضلت به. يعني في ظل يعني نظام إقليمي غير واضح المعالم، دول عربية منقسمة على نفسها، ضعيفة، منشغلة بنفسها، حراك شعبي لم يحقق أهدافه، كيف السبيل؟ لنقول إذا لم يتم تحقيق المكاسب من ورائه، فعلى الأقل كيف السبيل إلى وضع حد للخسائر؟ يا أخي بكل بساطة لا أدري. لو كنا ندري كنا نحن نجلس في مجال آخر وحديث آخر. نحن بلادنا في الوقت الحاضر ضحية لوضع تاريخي غير عادي، ولكن هذا لا يمنع بأنه يمكن التحرك. يعني
كل تغيير كبير جدا في التاريخ، ونرجع إلى آخر التغييرات على المستوى الأوروبي، النهضة الأوروبية من أين بدأت؟ بدأت الواقع كان هناك حرق للنساء، حرق للعلماء، ملاحقة، اقتتال على مدى 2000 سنة ماضية. رغم ذلك كان هناك بعض التوجه نحو الفكر ونحو صناعة الإنسان عندما ظهر أفراد متفرقون الذين أصبحوا يعرفون بفلسفة العصر الإنساني ثم فلسفة التنوير. أفراد الواقع إلى حد كبير متفرقون. عندما ننظر إلى واقعنا الآن يشابه إلى حد كبير الواقع المنهار الذي كان في أوروبا وظهر به هؤلاء الأفراد تدريجيا وبدأ ينتشر. بعد حوالي 50 إلى 100 سنة استطاعوا الواقع أن يحركوا، يعني أفكارهم استطاعت أن تحرك في اتجاه النهضة من جديد. لكن يجب أن نعلم بأن الواقع هذا يحتاج إلى جهد كبير، ويمكن هو رسالة أجيال وليس مجرد رسالة أعوام أو ربما عقود فقط. يعني هذه النظرة يجب أن تكون أعمق بكثير من اللحظة الآنية. الأنظمة غير باقية، الأوضاع السياسية غير باقية، الأوضاع الاقتصادية متقلبة باستمرار، أما الإنسان الذي يمكن أن يستغل الأدوات المتوافرة ولو كانت قليلة، الواقع هذا الإنسان الذي نحتاج إلى صناعته تأهيلاً، قوة، إيماناً إلى آخره. يعني العوامل لا أريد أن أذكرها لأن كلنا نعرفها، كلنا نعرفها. الواقع هذا الإنسان هو الذي يمكن أن يمسك الخيط من جديد لتحول آخر. طيب هو ذكر أنه قد يمتد الأمر إلى أجيال، يعني نحن هل أمام حرب مفتوحة زمنيا أم تحول انتقالي مؤقت سترسل الأمور أحسن من ذلك بعد ذلك؟ لا طبعا، يعني المواجهات عملية الكر والفر إذا جاز التعبير مستمرة لأكثر من سبب. يعني سبب أنه رغبة اللاعب الكبير دائما بالسيطرة والقيادة والتحكم، هذه معروفة. الآن بالنسبة لموضوع الرد مهم جدا، يعني قبل قليل أنت أشرت إلى سؤال أساسي أنه كيف سنرد، هل سنبقى ننتظر ونتريث؟ لا، المسألة بسيطة جدا. لا، أنا يعني أظن أعرف جيدا أنه الأستاذ نبيل يعرف الإجابة، لكن ربما لضيق الوقت ولم يدخل في التفاصيل. إجابة بسيطة جدا أستاذ جهاد، تحليل استيعاب، تحليل واستيعاب ما جرى وما يجري، نقطة أولى. نقطة ثانية، وضع خطط استراتيجية التحرك والمواجهة. ثالثا، تفعيل هذه الخطط والانطلاق. أين هي المشكلة؟ من الذي يفعل هذه الخطوة؟ أين هي المشكلة؟ من الذي سيبدأ؟ تبدأ من الداخل على مستوى الفرد، تجهيز الفرد المواطن، يعني تجهيزه في المدرسة وإعداده معذرة دكتور، يعني كيف يمكن تجهيز الأفراد وبناء مثل هذا الجيل في دول مفككة لا يوجد فيها نظام تعليمي ولا فوضى ونظام سياسي يعني مستبد؟ هذه نقطة مهمة. لذلك أيضا هذه الدول، يعني نحن دول المنطقة، يعني ربما تركيا مرشحة فقط لهذا الدول، لكن باقي الدول العربية في المنطقة لا يوجد. في عنا مسؤولية أساسية هنا، أنه نحن كشعوب، كأفراد، كقيادات سياسية نتساهل جدا في موضوع فتح الأبواب أمام الاختراق، أمام الاختراق الثقافي، الاختراق الفكري، الديني، العقائدي، والاقتصادي، سميه ما شئت. الآن أعطيك مثال بسيط على حجم الاختراقات. يعني عندنا تكتلات إقليمية، أعطيك مثال بسيط. جامعة الدول العربية 1945-2019، ما هي إنجازات هذه الجامعة حتى الآن؟ رأيي الشخصي طبعا أقوله أنا، يعني لم تنجز كثير، حتى لا أقول أنها لم تنجز أي شيء. يعني إذا هذه التكتلات، نأخذ المقابل تكتل مثلا الاتحاد الأوروبي، كيف 1951 انطلاقة وتمركز وانتشار، يعني مقارنة بسيطة. لا لن أطيل أيضا. في عندي نقطة مشكلة أساسية هنا، أنه لنعود أنا وأنت إلى ما جرى في 11 سبتمبر. حادثة سبتمبر مهمة جدا. ما الذي قالته لنا الولايات المتحدة الأمريكية يومها كما تتذكر؟ قالت بعد هذه الحادثة إما أن أنتم معي أو في الطرف المقابل ضدي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها قالت لنا أنها تريد الحرب على الإرهاب. سألنا الولايات المتحدة الأمريكية من هو الإرهابي الذي تريدين أن تحاربي؟ لا إجابة. كل شخص، كل طرف، كل تنظيم في المنطقة كان عرضة للاتهام ووضع، يعني تحمل مسؤوليات
ما جرى في 11 أيلول. هذه النقطة تؤكد مرة أخرى أن اللاعب الكبير دائما يبحث عن مصالحه واستغلال مثل هذه الحوادث للهيمنة والسيطرة. لكن أنت تتحدث عن حل من داخل الدول، دول المنطقة دكتور، ثمة من يقول أن هذا الحل يعني يكاد يكون مستحيلا على الأقل في المرحلة المقبلة بسبب الخضوع المطلق للإرادة الخارجية وخاصة الأمريكية. يعني أظن أنا لست متشائما كثيرا، يعني في عنا الآن على ضوء مسار الأمور وكل هذا الحراك بالطبع الإقليمي والدولي، في عنا الآن صراع حقيقي في الداخل أيضا. يعني مثلا أعطيك أيضا مثال حتى لا أطيل أكثر من ذلك، يعني عندما تقف مثلا القيادة الأمريكية وتقول لنا تاتشر، مثلا تاتشر في إنجلترا، ما الذي قالته لنا في موضوع في الثمانينات؟ قالت لنا أبان الحرب العراقية الإيرانية، قالت لنا أنه نحتاج إلى حرب من هذا النوع، نحتاج إلى فوضى من هذا النوع. لماذا؟ لأنه هذا يسهل تمركزنا وانتشارنا، وبناء على ذلك سنعيد رسم الخرائط في المنطقة. ما الذي قدموه لنا بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية؟ أي ملفات جديدة فتحت في المنطقة وأي أزمات؟ هذا يعني ما قلته أنا في البداية، علينا أيضا أن نذهب نحن كشعوب كمفكرين كمثقفين في هذه المنطقة بمنحة استخلاص دروس الماضي جيدا واستيعابها وتحليلها والبناء على أساسها. طيب دكتور خيري، يعني يتحدث كما تفضلت أن الحل يبدو أن يجب أن يكون من الداخل، لكن هناك مخططات كثيرة وهي ظهرت على ألسنة مسؤولين كبار أن المنطقة يجب أن تبقى في حالة فوضى. السؤال هو هل خرجت الأمور عن دائرة السيطرة وبالتالي يظهر هذا مثال على ذلك، يعني مسارعة الدول إلى، إذا صح التعبير، إلى حضن الكيان الإسرائيلي، وولاءات الدول الآن موزعة بين روسيا وبين أمريكا وللأسف بين إسرائيل. هل الأمور خرجت عن السيطرة أم ما زال هناك ما يمكن تداركه وبالتالي التحليل والاستيعاب واستخلاص الدروس كما تفضل الدكتور سمير؟ يعني هو بغض النظر عن العلاقات الإقليمية التي تشهد تغيرا كبيرا على مدى 70 عاما، هو لابد من إعادة النظر في حل الصراعات الداخلية بحيث تؤدي لتقوية التماسك النظم السياسية. كيف هذا؟ يعني كيف يعاد النظر في عملية الصراع الداخلي؟ لأن الصراع الداخلي يبدو أنه حدي، ليس صراعا تنوع، صراع حدي. وفي تقديري هذا هو الذي يحتاج إلى مراجعة. يعني مثلا في السودان لابد تحتاج لشارتر اتفاق انتقال سياسي واضح يستوعب العسكريين ويستوعب المدنيين وينهي الحرب الأهلية. في سوريا بعد يعني مشوار طويل من الصراع الدولي، أعتقد أن لابد من إعادة النظر مرة أخرى. من يعيد النظر بماذا في سوريا مثلا؟ يعيد النظر في هل فترة، في كيفية الفترة الانتقالية، هل بوجود الأسد بدون وجود من الأسد؟ من الذي يعيد النظر؟ القوى الكبرى؟ ليس القوى الكبرى، السوريون هم مسلوبوا الإرادة تماما الآن، هم استدعوا التدخل الخارجي. نعم. والتدخل الخارجي يتكئ عليهم في استمرار الحرب. وبالتالي هذه هي المشكلة، ولا بد من إعادة النظر في كيف يرون سوريا في المستقبل. يعني حتى الآن عندما تراجع كثير من الوثائق، وكثير من الوثائق هي مشكلة عامة في أن التجارب العربية في الأدبيات السياسية ضعيفة للغاية، ولا تستطيع إقامة نظام سياسي سوى نظام سياسي هش. يعني عندما في ثورة يناير ليس هناك وثيقة واضحة، في ليبيا فبراير ليس هناك وثيقة، في السودان الآن يستعيد الوثائق التي كتبت في الخمسينيات، وبالتالي هناك مشكلة في التفكير. وبالتالي هو إعادة التفكير في منظور حل الصراعات أو الخلافات السياسية، أنا لا أحب أن أسمى صراعات. النقطة الثانية هي كيف يتم الاستفادة بالرأسمال الاجتماعي. يعني كثير من الحركات السياسية هي طاردة للرأسمال الاجتماعي، وبالتالي عندما تذهب لإدارة الدولة تكون جوفاء، لا تستطيع إدارة الدولة. يعني وهذه التجارب كثيرة، يعني كما في مصر مثلا، كما في ليبيا، كما في العراق، في كثير من الدول. لكن دكتور يعني قد يسأل سائل أو قد يعلق على ما تفضلت به مشاهد ويقول هذا الحديث فيه شيء من المثالية، لأن العملية لا تتم بإرادة داخلية وإنما بتدخل دولي وبإرادة دولية. ليس صحيحا، ثورة يناير كانت داخلية تماما، لم تكن خارجية. يعني كثير من ردود الأفعال الدولية كانت مفاجأة بهذا. نعم. كيف ماذا يحدث في مصر؟
واجتمع المجلس الأمن القومي الأمريكي مرتين على يومين متتاليين واتخذ قرارات بأنه يمكن أن يقبل بتنحي مبارك. بالتالي هي السؤال هو كيف نقرأ العقل الغربي؟ العقل الغربي ليس مسيطر وليس مهمنا وليس مبدعا طبعاً بالشكل الكافي، وأن هناك نماذج نجحت في تركيا وماليزيا يعني طبعاً. بالتالي يمكن أن لم يقل نكرر هذه التجربة. طبعا دكتور شكرا لك. لم يقل أحد أن الثورات هي بسبب عامل خارجي، ولكن ما ترتب على الثورات من أنظمة حكم ربما كان الخارج دور كبير في تقريرها. سنبحث هذه المسائل في مرحلة مقبلة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام في الاستوديو: الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، والدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي، وكان معنا عبر سكايب من بوان الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى.